هذا هو الشكل النهائي للعبوات التي تحتوي على لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا. هكذا يبدو قبل وصول ملايين الجرعات منه لمراكز التطعيم في بريطانيا. لكن كم تستغرق مدة إعداد هذا اللقاح ليصبح جاهزا هكذا؟ من أين تأتي المواد الخام؟ كيف تتم عمليات التعقيم؟ وما هي مراحل إنتاج أسترازينكا؟ أسئلة كثيرة أليس كذلك؟ لكن فريق بي بي سي يحاول الإجابة عليها أثناء جولته داخل المصنع المختص بإنتاج اللقاح وتوزيعه في بريطانيا. دعونا نأخذكم مشاهدينا في جولة سريعة بداخل المعمل. هذا هو المصنع من الخارج، يقع في شمال ويلز جنوبي غربي المملكة المتحدة. داخله متخصصون يعملون تحت ضغط شديد، ولكن بسعادة وفخر لإنتاج 120 ألف جرعة في الساعة. في المرحلة الأولى من إنتاج اللقاح يستقبل المصنع المواد الفعالة من أكسفورد، ثم يتم تعبئة تلك المواد الخام في هذه الزجاجات الصغيرة، وبعد ذلك يتم تعقيم تلك الزجاجات 40 زجاجة بمعدل كل ثانية، ثم يتم فحص تلك الزجاجات مرة أخرى من قبل أعضاء الفريق للتأكد من سلامتها. نأخذكم الآن إلى المرحلة الأخيرة، نعم هي التي نرى فيها خط الإنتاج النهائي للجرعات بعد تعبئتها في الزجاجات. يتم وضعها في عبوات كبيرة قبل أن تعد للشحن إلى مراكز التطعيم، وبذلك تكون ماذا؟ المهمة انتهت. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان أشاد بهذا المصنع وقال إنه سيكون بمثابة المنقذ للبشرية من هذا الوباء. هذا ما أكده أحد مسؤولي المصنع أيضا، دعونا نستمع. لقد قال إن هذا المعمل سيكون المنقذ للبشرية. المنقذ للبشرية. وطبعا تسعى المملكة المتحدة أن تسرع في عملية إنتاج كميات لقاح أسترازينكا طبعا لسبب الطلب المتزايد عليه، ففي وقت تهيمن صعوبات الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا رغم نجاح بريطانيا في تطعيم نحو 30 مليون شخص على أراضيها حتى وقت إعداد هذا التقرير. شكرا لمشاهدتك ترندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.